بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هاي قطايف عصافيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني وحبايبي في الله متابعين على قناتي حياتي في سويسرا. يعني اليوم بدنا نسوي لكم اكلة حلوة خفيفة نظيفة ظريفة واكلة شامية بحت، اللي هي قطايف عصافيري. سهلة الشغل ومكوناتها خفافة شوي، بس بدها يعني دقة بالعمل، بس بدكم تنتبهوا شو بدكم تساووا. قرب لو سمحت. بدنا 3 كاسات سكر، وبدنا 2 3 كاسات مي فاترين، تمام. بدنا 1 كاسة حليب فاتر، بدنا 2 كاسات طحين، ونفس المقدار 1 كاسة سميد ناعم. يعني نفس الكاسة حطينا 2 طحين وهلا كاسة سميد ناعم. بدنا 1/2 معلقة صغيرة فانيليا، و1/2 معلقة بيكنج باودر، و1/2 معلقة اللهم صل على النبي كربوني، و1/2 معلقة خميرة. هلا وبدنا فستق حلبي حسب الرغبة. في عالم بتحط بودرة، اللي بيشتغلوا بيبيعوا بحطوا بودرة غبرة الفستق الحلبي، واللي الله منعم عليه بيحط حبة كاملة، واللي حسب، واللي اسنانه خربانين بحط شوي. هلا اول حركة بنعملها بدنا ندوب السكر اللي هي 3 معالق سكر، بدنا ندوبهم بالمي. بسم الله. هذول 3 كاسات مي فاترة، ما نحطهم كلهم، نحط اقل، نحطهم على الخلاط. هلا بعد ما دوبنا السكر بنجيب الطحين ونفضيه مع الخلاط مع المي والسكر، موضوع التخمير اهم شيء، لانه هي القطايف بالذات تعتمد على مده التخمير. ننزل السميد الناعم، ننزل البيكنج باودر، الفانيليا، خميرة، والكربون، ننزل الحليب معهم. بسم الله. هلا هدول بدهم خلطة، من بعدها ننزع عليهم ملح، بعد ما نخلطهم ننزع عليهم ملح. هلا خليناهم تقريبا حوالي 2 دقيقتين بالخلاط. هلا بنحط لهم 1/2 معلقة ملح مشان تكمش العجينة تتماسك ما تفرط. هلا بعد ما خلطنا المواد كلهم بدنا نفضيهم بالزبدية ونريحهم 20 دقيقة تخمير فقط مشان تطلع العجينة يعني اكسترا. اخواتي هذا حليب، انا بشتري حليب من المزرعة مو من المول، وبغلي وبسحب منه قشطة. القشطة ليك هي جاهزة عندي انا تقريبا، مجمعهم 2 أو 3 ايام، وبخلطهم مع هالعلبة هاي بجيبها من الليدي المول الالماني. العجنة اللي سويناها شقيت عليها بعد 20 دقيقة، ما كانت لسه مختمرة، كمان اصطبرت عليهم شي حوالي ربع ساعة تقريبا، شي 35 دقيقة بالضبط اختمرت. وهلا بدنا نحاول نحط المادة هاي بشي قنينة، لان بالمعلقة بيصير بس بتشرشر كتير، نحطهم شي قنينة اليك فتحة مثل علبة كاتشب بتزبط اكتر شي. هلا نفرجيكم طريقة العمل وان شاء الله بيطلع شي حلو وبتنبسطوا فيه. محلاها اهم شيء محرمه نقطه زيت خفيفه، بتمسحوا المقلاي مشان ما تلزق العجينه.
هلا احنا جبنا عندك كاتشب وجهزناها مشان الموضوع هذا. بسم الله. وحرارة هادية ما تكون يعني عالية كتير. الغاز الكبير انا بحطه على النص تقريبا وبتطلع. لازم تكون مبخوشة هيك اخواتي، شايفين محلاها وشقرة. وان شاء الله تطلع شغلة ظريفة كتير كتير وتنبسطوا فيها. شايفين اخواتي محلاها؟ هلا هي معلقة مش حاب بيشرح المقلاية. وزيت مو ضروري كل مرة تمسحوه، لا مرة واحدة كل بس شوفون لزقوا شوي بترجعوا بتمسحوها للمقلاية. وبالنسبة للقطعة حسب، يعني في عالم ترغبة كبيرة في عالم ترغبة صغيرة. اخواتي وحبايبي بالله خلطنا القشطة مع العلبة اللي ناكل عليها جبتها من الليدل مع بعضهم. واللي ما عنده هالموضوع هذا بإمكان يجيب حليب عادي ويغليه ويحط له شوية حمض الليمون بيفرط بيطلع منه قشطة، بتضيفوا له شوية سكر حسب الرغبة. هلا طريقة العمل هي كتير سهلة. القطعة بتمشى هيك، بنحط فيها القشطة، بنحاول نسكرها من زاوية من الزوايا من هون تلزق لحالها. هي سكرت من هون، شايفين؟ حطيناها بالفستق الحلبي، حطيناها بالصحن. وعندنا قطر هون، القطر حسب الرغبة. في عالم ما بتحب القطر بتساويها بدون قطر، وفي عالم بتحب قطر زيادة. كل واحد وحسب رغبته وحسب ذوقه. وإن شاء الله بتطلع معكم أكلة كتير كتير ظريفة. يعني المنظر لحاله بيكفي. بدي منكم شوية دعم إخواتي، نتوسع بالقناة وإن شاء الله إن شاء الله بشوفكم فيديوهات جديدة والأفضل قادم إن شاء الله. بتمنى للجميع السلامة والتوفيق. الله هيك إن شاء الله لا بيضرنا ولا بيضركم. قولوا آمين وصلوا على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.